قام ونظر إلى الناس وإذا هم أمة واحدة، أمة واحدة. الجاهلية هي أن يعود الناس إلى ما كانوا عليه من ألوان وأصول وبلدان وقبائل، وينسوا أن الإسلام وحدهم، أن الإسلام جمعهم. ولذلك كان سيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع قام ونظر إلى الناس وإذا هم أمة واحدة، أمة واحدة. هذا رومي وهذا فارسي وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا حر وهذا عبد وهذا تاجر غني وهذا فقير. فلما نظر إليهم عليه الصلاة والسلام أعجب بهذه الأمة التي تسير في طريق واحد وتعظم ربا واحدا وتطوف على بيت واحد وتستقبل قبلة واحدة وتعمل شعائر واحدة وتؤمن بشريعة واحدة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، أو قال أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. فجعلها عليه الصلاة والسلام مبدأ أن يعيش عليه الناس إلى قيام الساعة، وعاشت الأمة على ذلك. فكنت ترى في الدولة الإسلامية أنواع الناس وأجناسهم يتنقلون من بلد إلى بلد، يحكمهم خليفة واحد بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى بدأ يتمكن الاستعمار من بلاد الإسلام. سقطت الخلافة في بغداد وانتقلت إلى مصر، ثم زالت وانتقلت إلى تركيا، ثم زالت. وجعل الكافرون وأعداء الإسلام يحاولون أن يزرعوا التناحر والتباغض بين المسلمين أنفسهم ليشتغل بعضهم ببعض، وينسوا ما أمرهم الله تعالى به من رفع راية الله تعالى والدعوة إلى الدين وتحقيق التوحيد. وبدأ الاستعمار يفسد ما بين المسلمين أنفسهم، وثارت النزاعات، وصار المسلمون يتقاتل بعضهم مع بعض ويدرع بعضهم في نحور بعض، حتى بدأنا نرى أعاجيب. تقسمت دول الإسلام، بل تقسمت الدول نفسها إلى أقسام، وصارت الدول بينها حدود، والتنقل بجوازات وربما بتأشيرات، وهم ربما يجتمع بعضهم مع بعض في الجد الرابع أو الخامس، ولغتهم واحدة وهمهم واحد، وربما كانت قبيلتهم أيضا واحدة ودينهم واحد. ومع ذلك أفلح الغرب في تقسيمهم، ولا يزال يحاول إلى اليوم أن يقسم أكثر، لأن التقسيم يضعف. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ففصل جنوب السودان عن السودان، ويحاول الآن أن يقسم العراق، وهو يعمل ما يعمل ليفصل اليمن عن بعضه عن بعض، وليقسم المملكة، وليفعل ويفعل، ويحاول جاهدا، ليس فقط فيما فعله من تقسيم واتخذه من قرارات وحدود، كلا، بل يحاول ما هو أبعد من ذلك.